بدنا نقلبها قلق. لسه نعرف العنوان بالضبط كيف بتهجوه من مهند نفسه. مرحبا مهند خلف. حبيبي شادي كيف حالك؟ ويسعد مساء كل الناس اللي بتسمع برنامجك الرائع. تسلم. أهلا وسهلا. فيقناك احنا ولا كيف؟ فيقناك صح؟ أبدا ولو فقنا كرمال هالبرنامج الرائع نتشرف. تسلم. حبيبي قديش ساعة عندكم بأمريكا؟ حاليا الساعة بوقت كاليفورنيا 4 الصبح. صباح الخير لك. كان بنقول لك مبروك على الأغنية الجديدة الحلوة هاي. الله يبارك فيك. احكي لنا عن التعاون. هاي فكرتك بتوقع انه انت بتحب الظاهر التعاون؟ والله لا انا الفنانين. يعني الموضوع مش فكرتي او شيء. انا وتوني يعني اصدقاء مستوى شخصي ومتعودين اسبوعيا نحكي مرتين ثلاث بحكم الصداقة بينه وبينه. وكيف طلعت الفكرة؟ يعني حابين بالتليفون والله هيك يعني مش مرتبين لها ابدا. في كلام عندي وصدفة انه كمان عنده بحكم يعني انه الشاعر بتعرف دائما يعني ببعت العمل لاكثر من حدا من الفنانين اصدقائه. فانا لقيت الموضوع برا الصندوق. يعني انا بايدي وبعمله بختار شيء برا الصندوق يعني برا الاغاني تاعت الالبوم او مثلا الاغاني اللي انا بحضر لها زي يعني العناوين. بتحس انه فعلا انه انا بعمل الديوهات بس باغاني يعني زي ما نقول احنا نكشات توبه قلق. احكي لنا شو يعني قلق؟ لا يعني بلهجتنا يعني انه اي يعني كيف احكي لك بدنا نوتر الجو بدنا نعمل اكشن. اها وعامله الاغنيه اكشن عامله قلق الاغنيه ولا بعد؟ والله الحمد لله يعني احنا بالنسبه لنا التفاعل الناس في اول 4 ايام والارقام اللي عم نشوفها احنا شايفين هذا نجاح كبير. يعني التيك توك الفيديوهات اللي عم توصلنا تجاوزت 1000 فيديو على اليوتيوب ابواب المليون الحمد لله. اللايكات الكومنتات الانتشار العمل المنشن اللي عم بيجينا من الناس هذا بحد ذاته. احكي لي شوي مهند على الكليب. شفت انه صورته بالاردن. احكي لنا شوي تفاصيل. نعم. شو منشوف للي بعده ما حضر الكليب؟ الفيديو شادي صورناه بالاردن تحت اداره المخرج عبد الفتاح اسماعيل. هي الاغنيه من كلمات الشاعر الفلسطيني ياسر حمد وانا وطوني لحناها وطوني وزعها. لحنتوها على التليفون سمعنا؟ والله على التليفون. والله بحكي لك يا بصدق يعني هذا اللي صار. احنا مو مرتبين ابدا الموضوع. الأغنية مش عاطفية. الأغنية حاملة طابع الرجولي القوة. صحيح. كل إنسان قوي بيقيسها لنفسه. وشو يعني بنشوف بالكليب يعني مهند؟ الكليب هو شبابي بدرجة أولى. يعني في السيارات في الشباب الطرعين مثلا يروحوا مكان يلبقوا أكشن من خلال مثلا ساحر موجود سيارات عم بتخمس. كان في مثلا طخلة شباب بتطلع بتصيد. هلا كل إنسان ممكن يأخذ القلق مثلا فريق كرة قدم إنه داخلين على الملعب نفوز يعني تحدي يعني تكون بالضبط. يعني بالضبط يعني كل انسان ممكن يقيسها حتى بالفيديوهات على التيك توك اللي عم توصلنا واللي عم نشوفها اللي بطرش عامل فيديو قلق اللي بانتخابات بواحد قالب مقلوب امبارح بعت لنا عمل حاطط قلق. يعني شيء كثير فني. يعني احنا عم بعمل انا موضوع الديو بجوز ناس بتشوف بعمل كثير مثلا انا بعمل ديوهات برا اغاني مش عاطفيه. انا كنت بدي اسالك احنا كمستمعين مهند طبعا من كيف انه نسمع فنانين باغنيه واحده بس ما بتخاف انه يفكروا انه مهند خلف بيقدم بس اغاني دويتوهات ويصيروا يستنوا بس باغنيه مشتركه؟ ما انا بالنسبه لي عندي اغاني منفرده وراح تنزل وما بهمني شو ممكن يفكروا قدر ما بهمني انه يفكروا انه عم بقدم اشي حلو مع زملاء لإلي اخوة لإلي اصحابي. اللي بهمني انه الناس تنبسط. بشوف انك مهند يعني بعلاقة طيبة مع كل نجوم الاغنية مع الكل صدقا. ليش اخترت يعني توني قطان بالتحديد؟ توني صديقي. توني شخصيته قريبة مني في كيمياء بيناتنا ونفس الجيل واصحاب على المستوى الشخصي يعني عيلة والاشي يعني لابل للموضوع فاهم ملائمين مع بعض. يعني أنا صحيح والله صدقا. وفي عندي كمان اغاني لسه انا الموضوع ما قلنا على الاغاني الجديده مبين انه في حركه ونشاط كبير على العام 2022. انا خلصت يعني البوم كامل. انا كل شيء بنزله ديو ملوش علاقه بالالبوم يعني قلق توبه اللي محضره انا وانس. يعني الاغنيه ديو جاي انت وانس وبعدين نسمع اغاني كمان. لا عندي لا لك. عندي في نفس التوقيت عندي 5 اغاني جاهزين. في وحده عملتها دراما أغنية من كلمات عماد الأسعد وألحان حسن عيسى وتوزيع عمر صباغ. أغنية كتير حلوة دراما. في عندي كمان أغنية خليجية لهجة بيضة كلمات وألحان وتوزيع وائل الشرقاوي. أغنية كتير حلوة. يعني كل شهر شهرين رح نسمع أغنية منك مهند؟ لا كل شهر كل شهر السنة هاي أنا كل شهر عندي عمل نشاط وإن شاء الله. يعني زائد عندي كمان عمل فلسطيني وعندي كمان أغنية إيقاعية
لبنانية، في عندي أغنية للأعراس واللي صحيح. أنا عامل أناس كمان، حتى الكليب اللي صورناه بشيكاغو أنا وأناس كثير يعني شبابي بحت، كله شباب يعني بحكي عن الشباب وبحكي عن أجواء الشباب لما بيطلعوا بيسهروا. فهذا لا يمت صلة أبدا في موضوع الأغاني الخاصة المنفردة. وأنا برجع بحكي لك أنا شاب بعبر عن حالة الشباب اللي بتخص جيلي من خلال أغاني ومن خلال أجواء بتلائمهم. احنا طبعا بنكسب بالاخر اغاني لي بالعكس يعني اكيد احنا بالاخر بنكسب كمستمعين اغاني حلوه مهند. يا رب ان شاء الله حبيبي شادي، انت ما بتقصر ابدا. وانت بدنا نشوفك وتيجي على البلاد زياره مخططه والله ان شاء الله ولا بعد؟ بس ارتباطاتي هلا بالحفلات هون اسبوعيه بشكل اسبوعي من خلال يعني مناسبات الافراح والحفلات الخاصه لاحبتنا ابناء الجاليه العربيه. فهو هذا السبب يعني صدقا انا بلاقي اسبوع 10 ايام بنزل فيه على الأردن بصور يعني بحكم أنه كان طوني بالأردن مقيم يعني إن شاء الله بالوقت القريب العاجل. أنا صدقا يعني مشتاك لكل أهلي وأحبتي وكل الناس اللي بتتبعني في ذكرنا بلد الحبيب. مهند أنت من وين؟ من أي بلد بالتحديد قبل ما تهاجر؟ من وين؟ أنا من قرية لفتة قضاء القدس وسكران مدينة رام الله، وبوجه تحية لكل أهلنا فلسطين وفي رام الله وكل مدن فلسطين كل عم يسمعونا. وإن شاء الله يا رب بإذن الله العمل. أنا عملت الله محيي فلسطين، هي لكل مدن فلسطين، كانت أغنية من أجمل أغنية. وعملت أغنية ناجحة مع ماهر حلبي كمان نذكر، ومع ماهر عملت طبعا طبعا طبعا. أنا بحكي لك شادي أي عمل بيعجبني بحس إنه ممكن ناس تسمع إلا تصيب يعني إلا يجي يوم والعمل يصيب. بالنسبة لي إذا حكيت لك يعني أي عمل مع أولاد بلدي أنا بتشرف فيه. حلو. طيب نستنى لك أغاني خاصة جديدة لإلك وأغنية دي، وحكيت لنا إن شاء الله الشهر الجاي على الفالنتاين. على الفالنتاين في عملين، عمل اللي هو لهجة بيضة وخليجي خاص منفرد، وعمل أنا وأنس إن شاء الله. حلو، بنتمنى لك المزيد من النجاح مهند خلف. الله يسعدك، انبسطنا بالحديث معك وشكرا لإلك بالنجاح. أنا انبسطت والله. إلى اللقاء. الله يسعدك، شكرا إلك، شكرا لكل اللي بتابع برنامجك الرائع حبيبي. شكرا، إلى اللقاء.